هنا في مدينة القدس تحديدا. على كل حال ركلة حرة الآن بلاطية ملعوبة على المرمى لكن أيضا سهلة عند حارس المرمى أحمد شبل حارس مرمى الهلال حارس المميز ووسيم عقاب لكن انطلاقة لبلاطة محاولة تمريرة الأمامية خطير 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 ولكن شبل يخلي في حارس مرمى محمد شبل ولكن الانطلاقة الأمامية الآن حازم الرخاوي ولكن أبو خميس لاعب وادي النيس السابق يلعب لي هلال القدس عنده سهل عند الحارس أحمد شبل على الحارس أحمد شبل حاليا نشوف مباراة يعني تكتيكية خالصة في الشوط الثاني ما بين المدربين هم خضر عبيد وسعيد أبو الطاهر بتدخلاتهم الفنية لمدرب كان بطل دوري المحترف كثيرة أيضا الكرة الأمامية خطيرة قاسم ولكن يا ولد يا شبل يا سلام على اللقطة الأخيرة أحمد شبل اللعيب أحمد شبل حارس مرمى اتحاد أبناء سخنين سابقا بيشيل الكرة على طريقة حراس مرمى كرة اليد بقدمه مش بإيده ولكن حارس كبير يا ولد يا ولد يا ولد شوف اللعبة الأخيرة يا عيني عليك لعبها بقدمه عادة الأروع من شبل الله على ارتماءه بلاطة يقدم شوط ثاني أجمل أي نعم سجل في مرمى الهدف ولكن فيها تألق كبير من المهاجم أردني ومن حارس المرمى والآن لعبة أمامية لكن أيضا أحمد شبل يا سلام خروج ممتاز لعب لفادي سربيس لجهد عبد العال عبد العال عالية عبد العال عالية ولكن شبل أمان كبير أمان كبير عند الحارس أحمد شبل اللاعب طبعا الأمعري كما قلنا الآن يلعب للهلال وقبل كان حارس مرمى لفريقنا العربي المحبوب فريقنا الفلسطيني الواحدة من مرتداته لأن الدقائق الأخيرة قد تكون صعبة على الهلال هاي غلط فيها يقدم مباراة كبيرة والعالية العالية الكرة العالية الكرة العالية الكرة العالية لكن أحمد شبل خلاص بيأمن عليها وحكم اللقاء إسحاق الكيلاني يطلق